أهلا بكم جدا أعزائنا المشاهدين، ووصلنا إلى فقرتنا الخاصة بحكاية هذا الصباح، ودائما ما تكون مليئة بالنماذج الناجحة والمشرفة رغم الحرب ورغم هذه الظروف التي تعيق الحياة وتجعلها أصعب، ولكنهم دائما ما يتمنون ويصرون على تحقيق أنفسهم وإثبات ذاتهم. الفلكلور الشعبي لدينا هو عبارة عن مجموعة من الفنون القديمة والحكايات والأساطير المحصورة بمجموعة سكانية موجودة على امتداد خارطة الوطن، وفي أي بلد من البلدان تمثل حياة الشعوب المادية والروحية. أما بالنسبة للتراث الشعبي اليمني فهو زاخر بنفائس هذا التراث الشعبي منذ القدم بفعل موقعه الجغرافي والاستراتيجي المطل على طرق القوافل التجارية، وأيضا مجاورته لعدة ثقافات أخرى، إضافة إلى تعاقب الحضارات المتتالية على أرضه، الأمر الذي أكسبه تنوعا ثريا متعدد للغاية من كنوز هذا الموروث الفريد والمتنوع. طبعا اليمن تنوع ثقافي مذهل اقترن بطبيعة الحال بفلكلور شعبي غاية في الثراء والتنوع، وغيرها الكثير من الفنون المختلفة وألوان شتى من الفلكلور اليمني. هنتعرف عليه أكثر مع ضيفتنا في الاستوديو هناء الحارثي، معنا هي باحثة في الفلكلور اليمني. هناء درست البكالوريوس في كلية الإعلام بجامعة صنعاء قسم العلاقات العامة، والآن بتحضر الماجستير في الفنون الشعبية في المعهد العالي للفنون الشعبية. صباح الخير هنا. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا فيك. مرحبا بك، ونشكر جدا حضورك وقبولك دعوتنا. في البدايه استاذه هنا، لو تحدثنا عن الفلكلور اليمني، هو فلكلور غزير متنوع بامتداد مساحه الوطن الجغرافيه من الجبل الى الوادي الى الساحل الى الصحراء. ما الذي جعل هذا الفلكلور اليمني ان يكون في اماكن متقدمه وراقيه في مصاف الفلكلورات التي تمتاز بها الجزيرة العربية؟ ما جعله متقدم حقيقة في يعني هو التنوع على الأرض، التضاريس الجغرافية، التضاريس الجغرافية، التنوع الذي حاصل من مكان إلى مكان، من منطقة إلى منطقة. يعني كل منطقة لها تراث خاص بها، سواء كان من ملبس، سواء كان من مأكل، سواء كان من عادة وتقاليد، سواء كان من أزياء. فالتنوع الكبير الذي في اليمن هو ما جعلها غني، إلا أنه يعني لنكون صريحين أنه إلى حد الآن رغم أنه تم توقيع اليمن على اتفاقية اليونسكو في 2007، يعني هي تم التوقيع عليها في 2003 ونحن وقعنا عليها وانضمينا في 2007، ومع ذلك يحز في النفس أن احنا من الأولين، ومع ذلك لا يوجد لدينا تمثيل لقوائم في التراث الثقافي سوى القليل. معنا الملف للأغنية الصنعانية وهو ملف خاص باليمن، ولدينا ملفات مشتركة مثل الخط العربي، هذا ملف مشترك مع دول عربية، ومعنا النخيل برضو مشترك مع دول عربية، والآن يتم الإعداد وتقديم ملف سيتم إن شاء الله تقديمه النقش على المعادن، لكن برضو مشترك. يعني انتم متخيل يعني متخيلين هذا التنوع على الارض على الواقع من مكان، يعني مش بس على مستوى المحافظه، على مستوى حتى المنطقه نفسها غنيه وغزيره بهذا التنوع التراثي الثقافي، ومع ذلك لا يوجد لدينا سوى ثلاث قوائم تمثلنا في اليونسكو. طيب هذا العدد القليل او اللي انشفته انه قليل، تعتقدي لماذا؟ اول شيء من الجانب الحكومي، لا بده ما يكون تقصير، لأنه الآن تقديم الملفات تحتاج إلى في البداية قوائم حصر. الآن لا تستطيع أنت أن تقدم في اليونسكو للقوائم التمثيلية إلا بعد أن يتم حصرها على أرض الواقع، والتراث هو عموما لا بد أن يكون مر عليه جيلين. أنت لا تستطيع تسمية هذا الشيء بتراث إلا بعد أن يمر عليه جيلين 50 سنة برضو. فهذا يحتاج إلى حصر في البداية قبل أن تقدمه كملف. برضو الملف يريد شغل، يعني إحنا إلى الآن لا يوجد لدينا لا مؤسسات ولا منظمة مجتمع مدني تتكلم عن التراث بشكل عام. لدينا يعني محاولات مبادرات بسيطة، أيوة مبادرات فردية. يعني عندنا مثلا خاص بالموسيقى الشعبية، خاص البيت اليمني للموسيقى، أيوة. مؤسسة اليمن للتراث تقريبا، بالتراث برضو الموجود. وفي كمان أتذكر يا أستاذة، الأستاذة يمكن نجلاء شمسان في عدن تقريبا برضو معها محاولات بسيطة، في مثل ما أخبرتكم يعني مبادرات فردية. لا، تقديم ملفات تحتاج إلى تضامن ما بين الحكومة، صحيح.
والمنظمات اصلا ونحن بلد غني وموجود. صحيح، يعني يحزن، قلت لك يعني يحزن فعلا انه هو الان انت غني ولديك عناصر وفي كل مكان، يعني كل مكان وتراث، وفي الاخير يعني تمثل بثلاث قوائم، يعني لا يوجد لنا تمثيل سواء وملف واحد خاص، يعني خاص بالينما وهو الاغنيه الصلعانيه، اما بقيه الملفات فيه مشتركه. طيب هل في تواصل مباشر مع الدكتور محمد جميح مندوبنا في اليونسكو؟ هل في جهود؟ هل انتم يعني مثلا بتطرحوا له هذه المشاكل والتحديات اللي بتواجهها كمهتمين في موضوع الفلكلور الشعبي؟ هو افضل شيء صراحه انه حصل لي وانا في مصر، احب اتكلم بلهجتنا، يعني ما دام بتكلم بالتراث احنا يمنيين. اكيد طبعا. لا ما دام بنتكلم بالتراث، ان احنا لاني حضرت دوره تبع اليونسكو بالتعاون مع مؤسسه حضرموت، وكانت بالتعريف، وكان حاضر فيها الدكتور محمد جميح، وكانت التعريف بالاتفاقيه وكيف التقديم عن طريق قوائم الحصر والتمثيل والصوت، وهذه اهم النقطه وهي الصوت، لانه برضو عندك التراث لابد ما يكون فيه استدامه، يعني انت عندما تعرف التراث الثقافي الغير مادي، لانه الان تم تجاهل، يعني اليونسكو لا يعترف بكلمه فلكلور كثيرا، فاسمها التراث الثقافي ايوه الغير مادي. فتواصلنا معه وكانت دوره غنيه جدا ومحاوله ان شاء الله تصل الى خير، الا انه لا يوجد لدينا المؤسسات التي هي مؤهله تقدم وتبرز هذا الموروث الكبير، اي لانه قلت لك حتى في صيانه، احنا محتاج لصون، مش صيانه عفوا، صون لهذا التراث وحصر لكي تستطيع تقديمه كملفات لليونسكو وللاجيال القادمه ايضا تستمر انه يعني تتشبث اكثر بهويتها وبتراثها وبالفلكلور، لانه هو هويه اي بلد او هو هويه، يعني صحيح. احنا عندما نعرف الان التراث، عندما نعرفه ونعرف التراث او الفلكلور، وهو الممارسات والطقوس والافعال والمهارات التي تمثل هويه شعب او جماعه او مجموعه او حتى افراد معينين، يعني حتى ممكن يكون في افراد معينين لهم طقوسهم حياتهم خاصة بهم، فهي تمثل في الأساس أيش هويتهم، وبيحاولوا ويبدعوا وتستمر، لأني لابد لها يكون لها علاقة كذلك بالتنمية. صحيح. يعني عندنا مثل بسيط، صناعة البخور قد تكون، يعني الآن كثير من السيدات اشتغلت على خاصة في أيام الحرب وكانت مصدر دخل للكثير، وتميزوا فيها. صحيح. أيوة، وكانت مصدر دخل أساسي لكثير من الأسر، وتمتاز اليمن، بس لو جينا على البخور بس اليمن، عندما نتكلم عن اليمن يقولوا البخور، العطور، المستحضرات، التجميل، والأشياء كثيرة. تعرف يا أستاذ هنا وأنت بتتكلمي أشعر أنا بمرارة الوجع اللي داخلك. لا فعلا، لأني والآن وأنا أدرس تخصصي وأشوف، يعني أنا تشرفت يا أستاذ هنا عند انطلاق قناة اليمن اليوم، وكنت معد ومقدم برنامج سياحي السلام تحية، وذهبنا إلى الكثير أغلب محافظات بلادنا الحبيبة، والله إننا اندهشت من غزارة، مثلا لو ذكرنا على سبيل المثال المهرة، يعني شفت موروث وفلكلور أعجز أن أنا أعبر، يعني إذا جينا للزوامل المهرية، إذا جينا للرقصة المهرية، إذا جينا للزي الخاص في المهرة، يعني هذا لوحده يحتاج إلى سلسلة وثائقيات. أكيد. ونذهب إلى حضرموت، يعني مختلف عن المهرة، ذهبنا إلى سقطرة، حتى لو دخلت لحضرموت ستجدها كل منطقة شباب، مش بس مش بس القطن. صحيح. شباب حضرموت تريم، يعني كل مدينة كل منطقة في بلادنا الحبيبة، إذا ذهبنا إلى أب، إلى المحويت، إلى حجة، سنجد يعني عشرات الأزياء المتنوعة في نفس المحافظة، موروث غني، عشرات التميز في الألعاب الشعبية، في اللهجات، يعني فعلا نحتاج إلى وعاء يحتوي هذا الكم الكبير. مع احترامي لبقية الدول العربية، اليمن تتفرد في بعض الدول، ربما عندهم زي شعبي واحد أو اثنين أو موروث، لكن اليمن غزيرة يا أستاذة. كل بلد تعتز بما لديها، وفعلا أنا يعني في دول، يعني مش بغزارة اليمن بس، كل دولة تعتز، يعني والمفروض الجهود تكون من دولتنا، بس برضو احنا مؤملين في النخبة الآن الذي بدأت فعلا تأخذ هذا الموضوع كتخصص. عندنا الآن تخصص وهم الطلاب الذي يدرسوا في أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون الشعبية، وعندنا مجموعة طلاب
تقريبا من 7 إلى 8 طلاب في المعهد. هؤلاء عليهم الأمل كبير فعلا، لأنه هو الآن حتى عندما يقوموا بدراسة يعني بالحديث عن التراث وعندما يقدمونه ليس فقط كمادة إعلامية أو كحديث، بل صحيح. كشخص متخصص كشخص متخصص في هذا المجال، في هذا المجال وأبدعوا، والله أبدعوا كثير منهم. طيب مجال تخصصك هو شامل كل ما يخص الفلكلور والتراث اليمني، أزياء مثلا، أغاني، كل شيء يخصها صحيح؟ أنا يعني اخترت تخصص وجميل، وفي البداية رغم ما كنتش يعني هوايتي، وهو مناهج في الكلور وتقنية الحفظ، يعني يشمل جميع عناصر الفلكلور أو التراث الثقافي الغير مادي، توثيقه، أرشفته، تقديمه. وحسيت أنه القسم الخاص بي فعلا له علاقة بمجالي أو عملي في مجال الإعلام والصحافة. لابد أيضا أن نشيد بإحدى المحاولات الناجحة في القاهرة، مثلا بالفنان محمد سبا عبر مؤسسة الثقافية مؤسسة سبا، أبرز فعلا ويقوم أيضا بتوثيق في هذا يقوم بمجهود كبير المجال. يعني فعلا أستاذة هنا خاصة في مجال توثيق الأزياء. سؤالي الأخير، هو الحوار شيق ويحتاج إلى حلقات كثيرة لأنه بيمس تاريخ وبيحز في النفس أنه ليس لدينا احتواء رسمي. ما هي الرسالة التي توجهها هنا الحارثي إلى الجهات الرسمية فيما يخص هذا الموضوع الشائك يعني والمحير كما قلت لك والمحزن أتمنى فعلا التعامل والتفاعل مع هذه الجهود. يعني يحز في النفس، أنا عندما مثلا كان معي بحث فكان عن البرع، اخترت على أساس أنه كيف تحول من رقصة قتالية إلى رقصة اجتماعية، وقدمته وأعجب به كثير الدكاترة يعني بطريقة كبيرة. يعني يحز في النفس أنني ما لقيتش يعني أو لم أجد أي توثيق واهتمام. يعني بحثت كثير كتوثيق للتراث موجود على في تلفزيون أو موقع أو أي أو من هذه المصادر، لم أجد توثيق له. يعني أنا الآن لم أجمع معلوماتي من إخباريين أو من الناس البسطاء الذين نرجع لهم أو مؤسسة فردية، أما من الجانب الحكومي ما فيش. ليس لهذاك الحد. ففعلا أتمنى الاهتمام بشكل كبير أنه يهتموا بهذه العناصر. يعني اليمن فعلا غنية وغزيرة بكل هذا الإنتاج الثقافي التراثي، والذي لا يحتاج إلا إلى القليل، لا يحتاج إلى ذلك الكثير من الجهد، وخاصة أنه الآن في متخصصين، لم يعد الموضوع يعني اعتباطا أو أشخاص يقدموا بصورة غير معرفة، الآن فعلا في أشخاص بتدرس وتستخدم الطرق العلمية والمناهج والبحث لتقديمه. فقوموا بتبني هذه المواهب لأنه يستحق، يستحق فعلا، هويتنا ويستحق الآن. يعني إحنا حتى لما نشاهد في حتى توجه عالمي، يعني نشوف حتى في سباق في الدول، يعني قبل في شهر ديسمبر تم اعتماد الخنجر العماني البون، صحيح. ونحن غني بهذا كله، واحنا الاصل اصلا، واحنا اصلا. لا شوف كلمه اصل هذه ما تعترفش بها، لا والله نحن الاصل، هذا نختلف معش فيها ان احنا اصل الجنبيه واصل الزي العربي. هي في نقطه الان والذي حصل طبعا خلاف فيها على مواقع التواصل، احنا نقدر نقدم واي دوله تقدر تقدم، انت حتى كجماعه هنا عايش في مصر تقدر تقدم الشيء الخاص بك، صحيح. فإحنا نقدم نشتغل، اشتغلوا يا ناس. الحوار يا أستاذ شجون يعني كما يقولون. هناء الحارثي باحثة في الفلكلور اليمني، كنت معنا في هذه الفقرة الجميلة والرائعة، نتمنى اهتمام الجهات الرسمية بذلك.